السلام عليكم شباب، احنا هنا وقفة احتجاجية على الشاب العراقي اللي البارحة انقتل على الحدود الليتوانية، وما حد طالب بدمه وما حد قال هذا مواطن عراقي وينتمي المجتمع. لهذا احنا وقفنا بوقفة احتجاجية سلمية. بينكم عمي احنا على الحدود بين الليتوانيين وبين البيلاروسي، لا هذول الليتوانيين يقبضون يطببونه ولا هذول الروسيين يطببون يطببونه، والدنيا مطر وبارده ثلج. والله احنا مشغلين حرقنا هدوم ياكلين، بعد شوي راح ننزع ملابسنا كلهم ونطلع عقالات. شوفوا عندنا الولد من الصوب ايده، هاي شوفوا ايده ما يفرد، هاي يدرس ايده في اليمين. ماما عادي معهم. انت طلع وجهك همي على مدي يشوفون. الاطفال 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 كيف يطفل؟ اطفال دولك لا تطلع وجهك. لا لا هاي بني ماتت من العطش يا اخوان، يا عالم شوف شوف الناس راح تموت من العطش والجوع. احكي حجي احكي. يما رحم الله والديكم الساعدونا، ضالينا بين بيلاروسيا بين ثواني وثواني ضربونا وقتلونا، حتى النساء قتلوها والشباب قتلوهم، ونريد ننقاذ يجونا ونريد نساعد علينا.